نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. أنا نقول لكم كيف ما كانت اللي بغى يموت اللي ما احتاجون في الحياة ديالو خرج تلعب الكرة ولا خرج تحفل الزنقة. اللي تيحتام الحياة ديالو وتيحتام الموت وتيحتام حبابه باش ما يمرضوش وتيحتام واحد اخو باش ما يمرضش معاه بقاو في ديوركم. سميتي عماد، بزاف فيكم تعرفوني من الفيديو اللي ديت وبارطاجيناه في الفيسبوك هذه شي سيمانه دابا، وبزاف فيكم شكرا بزاف اللي بارطاجاها معايا ووصلت فيديو عالميه، والحمد لله نشكر الملك اللي دخل فيها في البلاصه وبدل داكشي كامل في ما كملش 24 ساعه وكلشي تبدل، ونشكروا حتى الدكاتره اللي في السبيطار الخدمه زادت عليهم بزاف. انا ملي كنت انا في السبيطار كانوا شي 60 واحد كذا و 70 واحد، دابا حنا وصلنا اكثر من 1000 واحد، وكل نهار داك الرقم تيطلع. هذاك الشيء اللي طرا ليا داز صافي داز، ما بغيتش نبقى نفكر فيه. راني دابا في داري الحمد لله، البارح طيبت اللوبيه ديالي واليوم نطيب العدس والحمد لله فرحان براسي دابا. انا دابا جيت للدار وجالس ومازال الناس تعيطوا ليا، وبغيت نطلبكم عفاك كيف ما دعيتوا معايا دعوا مع الناس اخرين، باش الدعوه خصها تزيد. وما تنساوش حتى دوك الناس اللي في الدولات اخرين اللي تيموتوا وتيمرضوا، ندعوا مع الناس كاملين على الامه. دابا ليا هنا لحياتي غادي تزيد لقدام ان شاء الله. حاجه بغيت نطلبها منكم نتوما الشباب هي تبقاو في ديوركم. انا نقول لكم كيف ما كانت اللي بغى يموت اللي ما احتارم في الحياه ديالو خرج تلعب الكره ولا خرج تحفل الزنقه. اللي تيحتام الحياه ديالو وتيحتام الموت وتيحتام حبابه باش ما يمرضوش وتيحتام واحد اخو باش ما يمرضش معاه بقاو في ديوركم. هذه النصيحه. هذا المرض راه حرب ديالنا عالمي، راه حنا كنا تندبزو فيه، حنا كنا تندبزو مع واحد الفيروس، ماشي تندبزو مع شي دولات ولا شي حاجه. الناس ديال العالم كنا عندنا واحد الحرب واحد، هو هذا الفيروس ما تنشوفوش، بهذا الفيروس تيشوفك انت وتعرفك انت كاين وغادي يلصق فيك، واللي يلصق فيك هو باغيك انت تلصقو في شي واحد اخر. ان شاء الله بقاو في ديوركم باش ما تمرضوش، ولا عندكم حبابكم كنت قد كاع ما تشوفهمش حطهم شي بيت وعطيهم ما ياكلو وعطيهم ما يشربو باش مساكن ما يمرضوش. دابا انا براسي في السبيطار ناعس في السبيطار، وكل صباح تنوض تنشوف الناس تيموتوا، وكل صباح تندعي مع دوك الناس يا انا الا راجعون كل صباح. وهذوك الناس تيموتوا حتى واحد حداهم، حتى واحد ما قلع عليهم، حتى واحد ما داها فيهم. تيجيو الممرضين بالصندوق تيحشوهم في الصندوق، من داك الصندوق انتم تشوفوا في الفيديوهات يمشيو نيشان شي قبر تيدفنوهم في البلاصه، ما كاين لا حبابهم تما لا والو. بغيتو تموتو انتم هكاك؟ بغيتي الناس ما يصلوش عليك؟ بغيتو تموتو انتم باش يحطوك في شي قبر وتروح ما يعرفك فين دفنوك؟ لا، بغيتو تموت هكا خرجوا لعبوا الكره في الزنقه وخرجوا شطحوا وخرجوا كيف ما كاين والو. الحكومه ان شاء الله تقول لكم على قدركم جلسوا في ديوركم باش نتوما ما تمطوش. صافك جلسوا في ديوركم واحترموا، لا ما بغيتيش تحترم الدوله احترم جارك، احترم الناس ديالك، احترم صحابك، احترم عائلتك. ما بغيتيش تحترم الدوله احترم هاد الناس هادو، لا
باش انت تقد مرض وتمرض الناس معك في البلاصه كيف ما طرا لي هنا واحد مرض ومرضني معه ويمكن مرض حتى شي 20 واحد اخر من مور هنا ما عارفينش ها تبقى في ديوركم ها وحاجه اللي بغيت عافاك نطلبكم عاوتاني راه ما كاين بزاف الناس دابا اللي ما لقاوش الماكله باش ياكلوا وان شاء الله نطلبكم اللي عنده شي حاجه فرقها مع جاره وكل فرقه مع الناس اللي ما عندهمش الحمد لله انت عندك الماكله فرق ديك الماكله ما تخليش شي واحد يموت بالجوع نطلبكم كاملين كوز يقد يجي نهار انت غادي تلقى تقاد لك انت الماكله ويجي يدق عليك شي واحد يقول لك انت هنا شوف انا عندي هاك انا بارتيجيت في الفيسبوك ديالي لا دخلت لي الفيسبوك ديالي وقلت للناس اللي ما عندوش شي حاجه اللي عندي عندكم عافاكم ديروا بحالي وان شاء الله غنكونوا حنا واحد ما نكونوش مفروقين ما واخا واحد يكون عنده ملياردير ولا واحد يبيع الماطيشه احنا دابا واحد وكنا غنوليو خوت و بيناتنا غادي ندبزو هاد الفيروس وغادي نغلبو صافي يلا السلام عليكم وكونوا كونوا المغاربه قويين كيف ما تنقولوا حنا المغاربه هما الطوب في العالم خلينا نبينو دابا لكلشي احنا الطوب العالم السلام عليكم شكرا نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.